غياب الانتصارات المحليه في اخر 4 ماتشات في الدوري طبعا حاطط علينا ضغوط جامده جدا جدا جدا. احنا من جوا كلنا لعيبه جهه فنيه مسؤولين مش راضيين طبعا، مش راضيين ان 4 ماتشات نادي الاهلي ياخد فيهم 3 نقاط، ما حصلتش قبل كده من فتره كبيره جدا جدا جدا. ولكن علينا ضغوط من كل حته، من كل حته، وهنتكلم على الضغوط وهنتكلم على اللي بيتعمل في النادي الاهلي. لكن قبل ما اتكلم في البدايه عن ماتش النهارده واهميته والغيابات اللي بيعاني منها النادي الاهلي النهارده